إن هذا الهتاف المغرب وفلسطين شعب واحد لا شعبين استمعت إليه في مظاهرات مليونية في مدينة الرباط، واستمعت إليه في البرلمان المغربي بغرفتين، وقفوا جميعا يهتفون بهذا الشعار عندما اتخذ ترامب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كان هذا الشعب المغربي العظيم بكل قوى سياسية، بكل أحزابه، بكل أبنائه، بكل ألوانه، وقف مع فلسطين. ودائما من الرباط كانت القرارات التاريخية التي صدرت لصالح فلسطين صدرت من المغرب. الاعتراف بمنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، تشكيل منظمة التعاون الإسلامي بعد حريق الأقصى، وكل القرارات المهمة كانت تنبع من المغرب. المغرب بعيد جغرافياً ولكنه قريب من فلسطين بالمشاعر وبالمشاعر الصادقة. المغرب شريك لفلسطين في القدس، المغرب شريك لفلسطين في القدس من خلال حارة المغاربة التي دمرها الاحتلال عشية احتلاله لمدينة القدس عام 67، ظنا منه أنه يريد أن ينهي ويقطع هذه العلاقة، ولكن هذه العلاقة موجودة. أنقل لكم تحيات الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني من غزة هاشم ومن القدس ومن كل بقاع الأرض. الشعب الفلسطيني ينظر للمغرب ولموقف المغرب نظرة احترام، ويتطلع لصوتكم، لهذا الصوت العالي، أن يكون عالياً ليصل إلى كل العالم. نريد أن يصل صوت المغرب إلى كل العالم المطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. هناك عدوان، هناك عدوان بشع، هناك تطهير عرقي، هناك مجازر ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالدرجة الأولى، وفي كل الوطن المحتل ربما بالدرجة الثانية. أرض غزة كما قلنا سابقا باللون الأسود من بارود القذائف، قذائف الدمار التي تطلق على الأبرياء من الفلسطينيين، وباللون الأحمر بدماء الشعب الفلسطيني والأبرياء من الشعب الفلسطيني. هذا الاحتلال لم يقف عند محرم واحد من المحرمات، قصف المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس والبيوت الآمنة، لم يترك أحد. هذا الاحتلال يؤمن أن ما لا يمكن حله بالقوة بمزيد من القوة يمكن حله، ويؤمن أيضاً للأسف أنه إذا ارتكب مجزرة حتى يغطي على هذه المجزرة فيواصل ارتكاب المزيد من المجازر حتى ينسى العالم المجزرة الأولى. يا أحرار كل مكان أوقفوا هذا العدوان، يا أحرار كل مكان أوقفوا هذا العدوان، ويا أحرار في كل مكان أوقفوا هذا العدوان، يا أحرار في كل مكان، ويا أحرار في كل مكان. أمريكا هي التي تحتل فلسطين، أمريكا هي التي أعطت الضوء الأخضر، أعطت الضوء الأخضر
لهذا العدوان المجرم. دائماً أمريكا منحازة لإسرائيل، ولكن في هذا العدوان أمريكا شريكة في هذا العدوان. شاهدنا الرئيس الأمريكي جاء مسرعاً إلى إسرائيل وأرسل قبله حاملات الطائرات والغواصات وكل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، كل القذائف التي توجه بالليزر أرسلها إلى حدود فلسطين. جاء وزير دفاعه ليكون بغرفة العمليات لإدارة الحرب ضد شعب أعزل، ضد الشعب الفلسطيني. هذه الإدارة هي شريك في قتل الأطفال الفلسطينيين. هذا الشعار صحيح، نحن الفلسطينيين، وأنا أقولها في كل مناسبة، شعب صغير. لم نختر العداء مع أمريكا، لا نريد إعلان الحرب على أمريكا. أمريكا هي من أعلنت الحرب على الشعب الفلسطيني، ليس من اليوم، وإنما منذ اللحظة التي أخذت قيادة العالم كقطب وحيد. هي تدعم هذا الاحتلال، تدعم هذا الكيان بكل أنواع الأسلحة، تدعم بالمال، تحميم الفيتو الأمريكي. إذن هي من تعطل حتى الحل السياسي الفلسطيني، هي تريد أن تدير الأزمة. كنا دائماً نقول أن هذا الكيان منذ القرن الماضي أنه القاعدة الأمريكية المتقدمة في المنطقة، قاعدة الإمبريالية المتقدمة في المنطقة. كنا دائماً نقول شرط الإمبريالية في المنطقة، نقول إن الولاية 51 أو الطفل المدلل. ما شاهدناه بعد 7 أكتوبر أن كل العالم الغربي وعلى رأسهم الولايات المتحدة جاءوا مسرعين بكل أنواع الأسلحة. ضد من؟ ضد شعب أعزل، ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة. المقاومة لا تملك طائرات F-16 ولا F-35 ولا تملك المطارات ولا تملك الغواصات. نملك الإرادة، الشعب الفلسطيني يملك الإرادة، إرادة الحرية. التي تؤمن أن فلسطين من البحر إلى النهر هي للكيان المحتل، وأن لا وجود للآخر في هذه الأرض. سموتريتش أحد أعضاء هذه الحكومة طرح فكرته لكتيب صغير وتم نشره، موجود على المواقع، يستطيع أيا كان أن يطلع عليه. قال أمام الفلسطينيين 3 خيارات. الخيار الأول ترانسفير، ترحيل، ونحن سنساعدهم بذلك. الخيار الثاني أمام الجويم، الجويم بين قوسين اليهود ينظر إلى من هو غير يهودي الجويم، ونحن لسنا ضد اليهود، سأقول ذلك لاحقا. الجويم مهمتهم أن يكونوا عبيد عند اليهود. والخيار الثالث من يقاوم هذا المشروع يقتل. هذه 3 خيارات طرحها أمام الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا طريق الحرية. كل طريق تؤدي إلى الحرية وإلى الاستقلال، وأي طريق تؤدي إلى الحرية وإلى الاستقلال، الشعب الفلسطيني سيسلك هذا الطريق. وأحب أن أطمئنكم
فلسطين وحدت العالم، فلسطين وحدت العالم. اليوم ليس فقط الشعب الفلسطيني أو الشعب العربي يقول وقف العدوان على غزة، وقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني التي ترتكب في كل مكان. أصبح مطلباً أممياً من كل شعوب العالم، أصبحت فلسطين قبلة لكل البشرية، جميعهم يرفضوا هذا العدوان، المسلم والمسيحي واليهودي. شاهدنا في نيويورك أن المظاهرات قادوها شباب يهود يرفضون ما تقوم به حكومة الاحتلال من مجازر ضد الشعب الفلسطيني. نحن نريد أن نرى نهاية لهذا الاحتلال. هذا الاحتلال قام على الكذب وعلى التزوير وعلى الباطل، وفي كل يوم يخرج بمقولات يثبت في اليوم التالي أنها غير صحيحة وغير صادقين فيها. كما سرقوا أرض فلسطين وتراب فلسطين، يستمروا بمحاولة تفريغ فلسطين من سكانها. هذه الحكومة ترى أن لديهم فرصة تاريخية لحل تاريخي بتهجير الفلسطينيين أو إبادتهم. ونقول لهم أن وقوف العالم معنا، ونريد من العالم أن يكون موقفه أكثر تدخلاً، أكثر قوة من أجل وقف العدوان. شاهدنا القمة العربية والإسلامية، وأنا بهذه المناسبة أوجه التحية إلى جلالة الملك محمد السادس الذي وجه بخطابه أنه لا بد من وقف العدوان، لا بد من إنهاء الاحتلال، ولا بد من إقامة الدولة وعاصمتها القدس. وأخذت قرارات، ولكن نقول أين أوراق الضغط؟ هل لدينا أوراق ضغط كأمة عربية وإسلامية من أجل وقف هذا العدوان؟ نعم، لدينا أوراق ضغط. شاهدنا أن أمريكا وحلفائها جاءوا بالسلاح. نحن كشعب فلسطيني لم نطلب من أحد التدخل بالسلاح، ولكن نريد أن يتدخل بالسياسة وبالقانون وبالضغط على مصالح هذه الدول في الأمة العربية والإسلامية. لديهم مصالح كثيرة عندنا، يضغطوا عليهم بالاقتصاد. هذا ما نريده. ومن هذا المكان أيضاً أوجه النداء إلى جلالة الملك رئيس لجنة القدس بالتدخل واستخدام ثقل المغرب من أجل وقف العدوان، من أجل وقف العدوان. أنا لن أطيل، ولكن أقول أن هناك حالة استقطاب دولي، هناك حالة استقطاب دولي شديد في منطقة الشرق الأوسط. أنا كنت أسأل نفسي السؤال، لماذا كل هذه القوات حشدوها في شرق البحر المتوسط؟ الخبراء قالوا منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن لم تحشد حجم هذه القوة في شرق البحر المتوسط. والسؤال أن هناك صراع دولي على هذه المنطقة. منطقة الشرق الأوسط هي قلب العالم، وفلسطين قلب العالم. يريد عبر فلسطين أن يسيطروا على المنطقة. جاءوا لحماية هذا الكيان الذي انهار من المواجهة الأولى يوم 7 أكتوبر. انهار هذا الكيان، كان مهمته الذي لديه أعتى الأسلحة وأكثر الأسلحة تطور، ولديه الجيش بين قوسين الذي لا يقهر، انهار من مجموعة من المقاتلين لا يتجاوز عددهم 1500. إذا سقطت نظرية الردع الإسرائيلي، سقطت نظرية أن هناك من يتحالف مع هذا الكيان ليحميه، وأصبح مكشوفاً وجاءوا لحمايته وقالوا نريد إعادة قوة الردع لهذا الكيان للأعداء قبل الأصدقاء.
أنا فهمت الأعداء أنه يعتقدوا أن الآخرين الذين يمتلكون قوة أقوى وأكثر من الفلسطينيين ومن المقاومة سيعتبروا إسرائيل ضعيفة ويواجهوا هذا الكيان. طب الأصدقاء لماذا؟ هو يريد إعادة هذه التحالفات ويريد إقناع الأصدقاء والأعداء أن إسرائيل دولة قوية وتستطيع الثقة فيها. لكن صدقوني أقول لكم من معرفتي ومن متابعتي أن هذا الكيان شعبه لم يعد يثق في قيادته السياسية، ولم يعد بعد 7 أكتوبر يثق في قيادته العسكرية. فقد الثقة، والثقة لن تعود خلال سنوات قادمة، لن تعود هذه الثقة. يا الله يا الله يا الله يا الله انصر غزة يا الله انصر غزة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله انصر غزة يا الله انصر غزة يا الله يا الله يا الله أنا أقول لكم إن القدس تتعرض والمسجد الأقصى لاعتداءات يومية. برنامج اليمين الصهيوني معلن يريد هدم المسجد الأقصى وإقامة ما يسمى بهيكل سليمان. القدس تعاني، كل شبر في الأراضي المحتلة يعاني، الأسرى الفلسطينيين يمروا بظروف هي الأصعب. نوجه لهم تحية باسمكم من هذه القاعة. كانوا في بداية العدوان 6,000 واليوم يفوق 10,000. أنا لم أتعرض لأعداد الشهداء لأن أعداد الشهداء فوق كل ما ذكر من أرقام. وزارة الصحة الفلسطينية تسجل الأرقام من يصل إلى المستشفيات ويسجل له شهادة وفاة، يقولوا هذا توفى، لكن هناك آلاف تحت الأنقاض حتى الآن لم يستطع أحد أن يصل إليهم بسبب العدوان والغارات. أريد أن أختم بهذه القاعة الجميلة. ذكرني محمود درويش شاعر الثورة الفلسطينية وشاعر الإنسانية، عندما علم أنني قادم إلى المغرب سفيرا لفلسطين قال لي أنني المكان الوحيد الذي كان يمتلئ بالمستمعين هي قاعة محمد الخامس في مدينة الرباط. قال لي كانوا يأتوا ساعات قبل الندوة الشعرية التي يقولها. وأنا أشوف أصدقائنا المغاربة يحفظون شعر محمود درويش أكثر مما يحفظه الفلسطينيين. محمود درويش ماذا قال؟ قال على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات وأم النهايات، كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين، سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة. هذا ينطبق على حال غزة هاشم، على حال فلسطين. ستبقى فلسطين، ستبقى فلسطين وسيزول الاحتلال. فلسطين مر عليها الكثير من الغزوات وجميعهم فشلوا في فلسطين، وستكون غزة مقبرة للغزاة. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.